أتوقع أن اللغة العربية في حد ذاتها تطورت وكما أقول وأنتم صحفيون أن من يراجع العدد الأول من مجلة الهلال في أواخر القرن التاسع عشر ويقرأ العدد الأخير سوف يلاحظ التطور الذي يعني نالته اللغة العربية مرونة وجمالا واتساعا، وليس العيب في اللغة نفسها، ولكن العيب في الحقيقة هو في مدى التزام أبنائها بها واعتزازهم بهذه اللغة. يعني موقف غريب، يعني أن كل أبناء اللغات في الدنيا يعتزون بلغتهم، إلى حد أن الرئيس الفرنسي مثلا يلاحظ أن أحد وزرائه في هيئة الأمم نطق بكلمة أجنبية غير فرنسي فيلغي عضويته ويرده إلى وطنه، وأي مثقف فرنسي يرتكب ذلك يلقى نوع من العقوبة المالية. فاللغة العربية الآن لا تجد من أبنائها هذه الغيرة وهذا الاعتزاز، وذلك موقف عام. ولكن الصعوبة الأشد أن الجيل الجديد من أبناء اللغة والأطفال العرب لغتهم صلتهم بلغتهم ضعفت جدا، وأنا أتكلم ليس عن الطفل المصري وإنما عن جميع الأطفال العرب، إما أن يكونوا في أحضان مربية أجنبية وإما أن يكونوا في أحضان أم لا تعرف العربية وينطق اللغة العامية ثم يتعلم العربية في المدارس، وكنا الجيل السابق نتعلمها في الكتاب والآن اختفت الكتاتيب. وكما قال الأستاذ الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس المجمع وأسفاه على اختفاء الكتاتيب، لأن الكتاب لم يكن يحفظ القرآن فقط وإنما كان يقوم اللسان ويربي أعضاء النطق نفسها للطفل بحيث ينطق أجود نص وأعظم نص في تراث العربية وهو القرآن الكريم، فكانت له وظيفة لغوية. اختفاء الكتاب وظهور المربيات الأجانب وجعل الطفل العربي ضعيف الصلة بلغته، بالإضافة إلى تدهور أنظمة التعليم أو ضعفها. لا زالت الأنظمة قائمة ولكنها تعاني من مشكلات كثيرة، فالمجتمع والمدرسة والأسرة والتربية كل أولئك اجتمع لتعقيد مسألة اكتساب الطفل اجتماعيا للغته. نحن لا نسميها لغة الأم لأن لغة الأم ليست عربية إنما عامية، ولكن هي اللغة الأم للأمة العربية كلها. فهذه اللغة الأم تجد صعوبات ومشقات ابتداء من منتصف القرن الماضي حتى الآن، وقد تعقدت هذه المسائل. وأنا أذكر أنه لما حدث أنتم شباب يعني لم تزامنوا هذا العدوان الثلاثي سنة 1956 واعتدت بريطانيا مع أنها كانت قد تعاقدت في حلف منذ عام واحد مع مصر سنة 55 مع عبد الناصر، ولكن اشتركوا مع إسرائيل وفرنسا في العدوان على مصر، فأمم عبد الناصر المدارس الأجنبية، فكان كان
كان المطلب الوحيد للفرنسيين هو أن يترك المدارس الفرنسية. كان هناك الفرير وهناك أيضا ليسي فرنسي، وهي أيضا فروع متعددة في أنحاء القرى والأقاليم، وذلك حرصا منهم. قبلوا كل العقوبات لكن ناقشوا موضوع وتقبل الرجل هذا، ولكنه اشترط أن تكون اللغة العربية هي الدرس الأول، وأن يكون أستاذ اللغة العربية ورئيس قسم اللغة العربية في المدرسة الشخصية الثانية بعد المدير. إن مشاكل اللغة ليست مشكلة مجمع، ولا يمكن لأي مجمع في العالم مهما كان، مؤسسة محدودة فيها خبراء وباحثون ولها صلات أو علاقات محددة بالمجتمع، لكن هي مشكلة مجتمع لا مجمع. يجب أن نشعر أننا كأمة وكشعب وكوطن هويتنا نفسها مهددة، ولغتنا هي قوام هذه الثقافة، وهذه هي الوحيدة الآن التي تربط الشعوب العربية بعد أن ضعفت الوحدة العربية في المساويات الأخرى سياسية واقتصادية. فإذا أدرك المجتمع هذه العلة وهذه المشكلة، فهذا أملنا، نقل مشكلات اللغة العربية من المجامع إلى المجتمعات. بعض الناس يتخيل بل مارسوا ما يسمى بالتلخيصات أو المختصرات، وظهر بعض الناس يلخص مثلا البيان والتبيين للجاهل، أو يلخص إحياء علوم الدين، أو يلخص بعض كتب النقد العربي القديم. هذا في رأيي حيلولة بين المثقف المعاصر والتراث. نحن يجب أن نجعل أو نغري المثقف العربي باقتحام التراث نفسه وتذوقه، لأن مهما كان هذا الوسيط فإنه لن يحمل روح الأصل. فالتراث بأنواعه يمكن أن يوظف، وكان طه حسين يشكو من قلة قراءة الشعراء العرب والمبدعين العرب. يعني لو أنهم اطلعوا سواء على تراثهم القديم، وهو كان يحفظ، وأزهري في النهاية كان يحفظ القصيدة 200 بيت ويرويها هنا في المجمع، لا يخطئ في بيت واحد، 200 بيت. فاتصال المثقف والمبدع العربي بتراثه الشخصي وكذلك بإبداعات الأمم الأخرى هو السبيل إلى إثراء الإبداع المعاصر.